ينضم إلينا عميد كلية التربية في جامعة جدة الدكتور نايف الزارع. مساء الخير دكتور، وأهلا بك معنا في عين الخامسة. بداية دكتور، يعني كيف رأيت آلية العودة للدراسة التي أعلن عنها قبل قليل في المؤتمر الصحفي؟ تفضل. هو يمكن الحقيقة المؤتمر الصحفي اليوم هو مؤتمر استثنائي، لأنه العام الدراسي كما ذكر معي الوزير هو عام استثنائي. كم المعلومات اللي ذكرت فعلا كانت تدل على كم الجهود الضخمة اللي بذلت وستبذل بإذن الله تعالى في تخطي الجائحة. الوزارة اتسمت بشفافية عالية واضحة بإجراءاتها اللي نفذت، ملهمة بإنجازاتها اللي تمت، مهيئة باستعدادها اللي أجريت. كما نعلم جميعا وكما ذكر معالي الوزير أنه إن شاء الله الدراسة راح تعود حضوريا في الجامعات، المعاهد، الكليات الفنية والتقنية والمرحلتين الثانوية والمتوسطة لمن أخذ جرعتين. طبعا المرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال راح يكون العودة فيها يعني عبر المنصات الإلكترونية اللي هي مدرستي وروضتي. في حال وصلنا إلى ممكن تاريخ 30 أكتوبر أو ما قبل، يعني قد يعاد النظر في آلية عودة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال. يمكن حتى أكد معالي الوزير على قضية عودة جميع طواقم التعليم في كافة قطاعات التعليم، وأكد على أنه ضرورة حصول جميع طواقم التعليم والمساندين على الجرعتين. أيضا كان فيه نوع من التأكيد على موضوع البدائل التعليمية اللي تساعد وتساند في منصة مدرستي، وتساعد أيضا حتى الطلبة اللي راح يرجعون إلى بإذن الله تعالى بشكل حضوري إلى الدراسة. منصة مدرستي وأيضا رياض الأطفال كما ذكر مع الوزير، يمكن الدراسة تبدأ من 3:30 إلى 7 مساء، وهذا راح يتيح فرصة كبيرة صراحة لأولياء الأمور لمتابعة يعني أبنائهم. نعم. طب دكتور، بما أنك عميد كلية التربية في جامعة جدة، كيف الاستعدادات لديكم خاصة بالتأكيد قاعات الطلاب؟ احنا كجامعة من ضمن يعني جميع الجامعات اللي وجه معالي الوزير بأن يكون هنالك طبعا فرق عمل تجهز وتهيئ المباني وتعقم طبعا جميع المباني، وتتأكد من موضوع التباعد الاجتماعي في هذه يعني المباني الدراسية. احنا كجامعة جدة الحمد لله تم تجهيز كافة المباني، تم التأكيد طبعا من خلال لجنة متخصصة على قضية التعقيم وتطبيق التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية، والتأكد أيضا من جاهزية الطلاب وتلقيهم للقاح كجرعتين كشرط يعني لعودتهم على مقاعد الدراسة. ويمكن حتى كمان كان بفضل الله تعالى عندنا فرق عمل تعمل منذ فترة طويلة حقيقة في الجامعة لمتابعة استكمال هذه الإجراء والتحقق من مدى جاهزية الجامعة على استقبال جميع الطلبة. عندنا في مبادرة طرحتها الجامعة اللي هي التعليم 4.0، تسعى إلى موائمة التعليم بما يناسب عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة والاستفادة من منظومة التعليم الإلكتروني في الجامعة بإذن الله تعالى. طب الذين ليس لديهم الجرعة الثانية دكتور، كيف أنتم ستتعاملون في الكلية معهم؟ طبعا احنا كلية من ضمن مجموعة كليات بتأكيد. في جامعة ضمن منظومة التعليم تشرف عليها وتديرها وزارة التعليم. كما ذكر وأكد معالي وزير التعليم أنه جميع الطلبة الذين سوف يعودون بشكل حضوري إلى مقاعد الدراسة هم من تلقوا الجرعتين بشكل كامل، ونحن نؤكد دائما على جميع طلابنا ونحاول نتواصل معهم من خلال الكليات ومن خلال قطاعات الجامعة المختلفة بضرورة تلقي جرعتين اللقاح. وعندنا بفضل الله تعالى تنسيق دائم ومستمر بين قطاعات الجامعة على هذا الموضوع، وتأكيد حتى على الموظفين الذين لم يتلقوا إلا جرعة واحدة أو لم يتلقوا جرعات لقاح كورونا. ويمكن إحنا حريصين كما هي الوزارة حريصة، يمكن معالي الوزير كان واضح برسالة أنه أبنائنا هم أغلى ما نملك، فإحنا لابد نخاف على أبنائنا، نخاف على أنفسنا، نخاف على وطننا، وهذا كله دلالة على الاستعداد المبكر بفضل الله تعالى اللي عكس مدى جاهزية الوزارة وكافة شركائها اللي يتعاونون معها يعني للتعاطي مع عودة الدراسة حضوريا. طيب دكتور، يعني العملية التعليمية عن بعد
سؤالي هنا لك دكتور، يعني هل فكرتم وانتم في وانت عميد الكلية ان يكون هناك ربما مستقبلا مواد تدرس عن التعليم عن بعد؟ نعم، احنا بفضل الله تعالى استخدمنا منظومة التعليم عن بعد من قبل جائحة كورونا. يمكن جامعة جدة كانت حريصة على تطبيق منظومة التعليم الإلكتروني، وإحنا عندنا برنامج ضمن برامج رؤية الجامعة السعودية الحديثة اللي هو تطبيق تنفيذ التعليم الإلكتروني في منظومة التعليم. إحنا من قبل الجائحة وإحنا عندنا بعض المقررات اللي تدرس وفق النظام خلنا نقول الإلكتروني عن بعد أو جزء منها، التكليفات، الواجبات، التواصل مع الطلاب. هذا كان طبعا مؤشر كبير الحمد لله، وساعدنا بشكل كبير في جامعة جدة تحديدا على تجاوز يعني كثير من العقبات يمكن اللي واجهت كثير من القطاعات في التحول من النظام التقليدي إلى النظام الإلكتروني. كان يعني كان هناك تحدي دكتورة بشكل، نعم هو كان تحدي لكن الآن لا يشكل تحدي، هو كان فرصة بالنسبة لنا في جامعة جدة الحمد لله تجاوزنا، وهذا أكبر دليل الحمد لله أنه يمكن حتى وزارة التعليم يعني أصبحت يعني الدولة خلي أقول الأولى في منظومة التعليم الإلكتروني. الإطار المركز الوطني اللي تفضل فيه معالي الوزير أصبح مرجع عالمي. إحنا نتكلم عن تطور منظومة التعليم عندنا في المملكة عكس لدى كل العالم مدى مرونة، مدى قدرة، مدى صلابة، مدى جاهزية الحمد لله الوطن بأبنائه بقطاعاته بكافة عناصر العملية التعليمية وكل الشركاء من وزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية على أنهم فعلا قادرين بإذن الله تعالى، ثم بدعم قيادتنا الحكيمة على تجاوز كل المحن. وكانت يعني الحمد لله أكبر دليل اللي هي جائحة كورونا، احنا تعاطينا معها بكل الحمد لله جاهزية وبكل فاعلية وبكل تفوق. فضل الله. هل يشمل دكتور هذه النقطة التي ذكرها وزير التعليم عندما قال في حال وجود إصابات بين الطلاب والطالبات اشتباه طبعا داخل الفصل إذا كان في إصابة بالفيروس، نعم، فسيتم تعليق الدراسة في الفصل 10 أيام وتحويل عملية تعليمية عن بعد، هل هي أيضا للجامعات أم للثانوية والمتوسطة هذه المراحل؟ يمكن مثل ما طرحها مع الوزير أنها كانت موجهة للمدارس التعليم العام والثانوية يمكن الجامعات، يعني بعض الجامعات قد تحذو الوزارة، لكن احنا حريصين كل الحرص ان طبعا ما نخرج عن نطاق توجيهات الوزارة، ايضا حريصين كل الحرص ان نضمن صحة جميع منسوبين يعني هل متواجدين في القاعة طلاب ولا اعضاء هيئة تعليمية. بالتأكيد راح يكون في اجراءات خلال المرحلة القادمة تضمن بإذن الله تعالى التأكد من صحة الطلاب بشكل يومي قبل دخولهم للقاعة. عندنا أجهزة تأكد من درجة الحرارة، كثير من التفاصيل احنا نتابع بشكل يومي على تطبيق توكلنا. عندنا يعني يمكن كل الجامعات وكل العمداء عندهم أكسس على 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 تطبيق توكلنا للتأكد من مين من الطلاب او من المنسوبين من لم يتلقى جرعتين كاملة. فهذا راح يعني ساعدنا بشكل وقائي بشكل كبير بإذن الله.